السادس عشر من آذار مارس 1988 نفذ الطيران العراقي هجوماً كيماوياً على مدينة حلبجة الكردية، وذلك في عهد الرئيس الأسبق للعراق صدام حسين. أدى الهجوم إلى مقتل حوالي 5000 شخص في اليوم ذاته، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة حوالي 10000 بجروح. لقي الآلاف بعد ذلك مصرعهم بسبب المضاعفات الناجمة عن استخدام السلاح الكيماوي. يعتقد أن الغازات التي استخدمها نظام صدام حسين ضد المدينة الكردية كان من بينها غاز الخردل والسارين. بأمر من وزير الدفاع الأسبق علي حسن المجيد، هاجمت طائرات عراقية مدينة حلبجة التي كانت محتلة من قبل الجيش الإيراني في أواخر أيام الحرب العراقية الإيرانية. كانت المدينة التي كان يقطنها حوالي 80,000 تقع على الحدود مع إيران. وفي عام 2010 قضت محكمة عراقية بإعدام علي حسن المجيد الذي حصل على لقب علي الكيماوي نظراً لضلوعه في تنفيذ المجزرة. ونقلت منظمة هيومان رايتس ووتش روايات شهود عيان عاصروا هذا الهجوم، من بينهم طالب قال إنه كان يجد صعوبة في التنفس وكان يتقيأ مادة لونها أخضر. البعض كان يموت على الفور جراء استنشاق الغازات السامة، والبعض كان يعاني من أعراض خطيرة قبل أن يموت حسب روايات شهود عيان. هجوم حلبجة من الأحداث التاريخية التي لن ينساها الكرد، فقد كان جزءاً من حملات صدام حسين ضد الكرد، قتل خلالها الآلاف بأسلحة تقليدية وكيماوية.